المخلوقات دي هنشوفها أول نوع معانا هو النحل. معانا تاني حاجة من المخلوقات اللي بيحرم على المسلم قتلها وهي النمل. تالت حاجة اللي هو الهدهد. رابع حاجة معانا طائر السرد. طائر السرد ده يعني شكله جميل جدا ومنظره جميل. أربع مخلوقات بيحرم على المسلم قتلها حتى ولو كان محرم بلبس الإحرام. أربع مخلوقات بيحرم على المسلم قتلها. المخلوقات دي هنشوفها أول نوع معانا هو النحل. النحل يا جماعة بيعتبر من الحشرات الاجتماعية، وبيوجد من النحل ده ما يقرب من 20,000 نوع. رقم كبير جدا من أنواع النحل. طبعا بتتوزع هذه الأنواع وهذه الكميات المهولة يعني منه على جميع قارات العالم. في حاجات بتبقى موجودة في مكان مش موجودة في قارة تانية، وأنواع النحل بتختلف وأشكالها كمان بتختلف من قارة لأخرى. وأهم حاجة بتميز النحل إن بينتج العسل اللي فيه شفاء للناس كما ورد في القرآن الكريم. كمان ليه فايدة مهمة جدا جدا، وهي في تلقيح الأزهار والنباتات. والأسباب دي كانت كافية لجعل قتل النحل محرم. وبيقول بعض الناس ان النحل ده بيلسع ولسعاته بتعمل مشاكل يعني للناس. يعني اثبتت الابحاث العلمية ان لسعات النحل مفيدة جدا للجهاز العصبي والمناعي في جسم الانسان، وبتعالج كمان بعض الامراض. وده سبب من ضمن الاسباب اللي بسببها يعني بيحرم قتل النحل. وكمان لان النحل ما بيعملش اي اذى او حاجة للانسان. يعني ده كان من ضمن الحاجات الاساسية اللي كان بسببها ان النحل من ضمن المخلوقات اللي يحرم على المسلم قتلها. معانا تاني حاجة من المخلوقات اللي بيحرم على المسلم قتلها وهي النمل. النمل ده طبعا من المخلوقات اللي هي يعني يعتبر من الحشرات الاجتماعية. بيوجد من النمل اكتر من 10,000 نوع. مملكة النمل دي في منتهى النظام والنشاط، زيها زي النحل برضو. بيقولوا يعني ان 10,000 نوع يعني عرف وجوده منذ القدم، يعني من زمان جدا. النمل بيقولوا العلماء ان هو عايش الديناصورات في الفترات السابقة يعني. وبيقولوا كمان ان هو موجود على الارض من 92 مليون سنة، وده رقم غريب جدا جدا يعني. ورد ذكره في القرآن الكريم: حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. بعد ما قالت كده النملة، سيدنا سليمان تبسم من قولها وشكر ربه على النعمة اللي وهبه ربنا سبحانه وتعالى إياها، وهي إنه علمه منطق المخلوقات. والنمل كمان بيعد من المخلوقات الغير مؤذية في الغالب يعني. وكذلك كمان له فوائد كتيرة جدا، لأنه بيحافظ على التوازن البيئي بقتله عدد كبير جدا من القوارض. يعني لما بيقتل القوارض دي بيعمل توازن بيئي ممتاز جدا وبيفيد الإنسان. ويمكن يكون دي الحاجات اللي بسببها بيحرم قتل النمل. وكمان ان هو غير مؤذي، فما فيش حكمة في قتله يعني ولا فائدة، الا انه قتله يعد عبس يعني. تالت حاجة اللي هو الهدهد. الناس بتحب اساسا تشوف منظر الهدهد، والمنظر ده بيعجب ناس كتير جدا. والهدهد كمان فوائده كتيرة جدا. برضو من ضمن الفوائده ان هو بيعمل على التوازن البيئي. منظره جميل جدا، بيحب الناس يشوفوه، وليه فوق رأسه كده تاج جميل. بيمكنه الطيران مسافات كبيرة، وبيقولوا العلماء ان هو بتصل سرعته الى 40 كيلومتر في الساعة.
كان ليه قصة جميلة مع نبي الله سليمان لما جاله بعرش ملكة سبأ، يعني الهدهد من الحيوانات أو من المخلوقات الجميلة جدا جدا. وبيقولوا برضو إنه مفيش أساسا ما بيؤذيش غير مؤذي. كانت قصته مع سيدنا سليمان لما تفقد الطير وما وجدش الهدهد، ولقى إن هو كان في رحلة من فلسطين إلى سبأ في اليمن. يعني الهدهد لما جه جاب لسيدنا سليمان نبأ عظيم عن قوم تحكمهم امرأة بيسجدوا للشمس من دون الله، وكان الهدهد سبب في إسلام مملكة كاملة ودخولهم في الإسلام وتحولهم لعبادة الله الواحد. ويمكن يكون ده من ضمن الأسباب الكبيرة جدا لتحريم قتله، لما له يعني كرامة من الصنع اللي هو صنعه. يعني رابع حاجة معانا طائر السرد. طائر السرد ده يعني شكله جميل جدا ومنظره جميل، ليه أشكال مختلفة وليه ألوان مختلفة. بيمتاز الطائر ده بلونه الأبيض والرمادي، وأحيانا بيكون الأسود، وفي برضو بعض الألوان الأخرى. ذكر المؤرخين إن العرب قديما كانوا بيتشأموا من هذا الطائر اللي هو السرد ده وبيقتلوه، وبعدين لما جه الإسلام حرم موضوع التشاؤم، حرم قتله. يعني الإسلام حرم قتله لوجود فكرة التشاؤم، لمجرد التشاؤم يعني عند الناس. لما الإسلام حرم التشاؤم فحرم قتل هذا الطائر، لكونه حتى الطائر ده مخلوق يعني غير مؤذي وبيساعد في التوازن برضو البيئي، فيعد قتله عبث. وتحريم قتل المخلوقات دي، إن الإسلام مش دين عبث يعني، أو إنه ما بيطلبش من الناس إن هي تقتل عبث، فبالتالي الحاجات دي بيحرم الإسلام قتلها. الأربع أنواع دي الإسلام حرم قتلها، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها. وفي حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربعة من الدواب: النملة والنحلة والهدهد وطائر السرد. أتمنى التوفيق للجميع، أرجو أن يكون الموضوع أفاد حضراتكم، ولنا لقاء قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.